مشاهدينا متابعينا الافاضل اينما كنتم، اهلا مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من حصه الانيس ديلي. وكما جرت عليه العاده دائما نحاول ان نقدم لكم عصاره كل ما هو جديد سواء في الشان المحلي او الدولي. موضوع اليوم هو ضيف سنحاول ان نناقش معه موضوع مهم جدا من خلال مؤلفه وكتابه المتعلق بالحراك وبالتحديد الايديولوجيات التي كانت في الحراك والكثير من المواضيع الجديدة التي ستظهر لكم من خلال تغطيات مراسلين التي تأتينا من مختلف الولايات. لكن قبل ذلك إطلالة على أهم المستجدات المحلية والدولية مع الزميلة سارة فراش. مساءك طيب زميلي محمد الأمين الأندلسي. مشاهدينا الأفاضل أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى مستجدات الأنيس ديلي على قناتكم الأنيس الفضائية، ونستهلها بالأخبار الوطنية وبالحديث عن نتائج البكالوريا المسمع ظهورها في الأيام القليلة المقبلة. صرح اليوم الأحد وزير التربية الوطنية السيد محمد وجعوط أن كل مرشح يحصل على معدل 9/20 في شهادة البكالوريا يعد ناجحا. وإلى جانب ذلك أضاف الوزير وجعوط في بيانه اليوم إلى أن النتائج ستكون بحول الله قريبة جدا، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من المداولات. حظ موفق لكل المترشحين. في إطار برنامج التضامن لمواجهة كورونا، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه سيتم توزيع التبرعات التي وصلت وستصل لحساب كوفيد-19 عبر لجنة تضم الهلال الأحمر وممثلي المجتمع المدني في الولايات. وقال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أنه أثناء تنشيط ندوة صحفية صباح اليوم الأحد أن قيمة التبرعات المالية التي تصب في الحسابات المخصصة لمحاربة فيروس كورونا بلغت حتى يوم الاثنين الفارط حوالي 230 مليار سنتيم وحوالي مليون دولار. تحدث مستشار رئاسة الجمهورية للاقتصاد والمالية في لقاء له بولاية وهران عن الوضع الاقتصادي في البلاد وملفات أبرزها الاستيراد والتصدير والحالة الاقتصادية للبلاد في ظل أزمة كورونا. وقد دعا مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد والمالية السيد عبد العزيز خلف المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة بكثافة في سياسة الدولة إلزامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني. وأبرز السيد خلف في تدخل له أثناء لقاء حول الاستثمار والتنمية المحلية واقع وأفاق نظمته ولاية وهران بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف أن الاقتصاد كان يركز بصفة رئيسية على المحروقات، ويتعين اليوم إشراك كل القطاعات في التنمية على غرار المناجم. التمس خريجو المدارس العليا للأساتذة من محمد وجعوط وزير التربية الوطنية التدخل المستعجل لإنصافهم قبل موعد الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020-2021 بإلغاء تعليم وزارية شفهية صدرت عن مديرية تسيير الموارد البشرية أسقطت حقهم في التدريس في مادة العلوم الفيزيائية وفرضت عليهم تغيير التخصص كلية أو تدريس مادة أخرى قائمة بذاتها وليست من اختصاصهم، الأمر الذي سيعيد ملف الأساتذة خريجي المدارس العليا إلى نقطة الصفر. أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن أجل استلام ملفات طلبات الاعتماد المؤقت الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية الراغبة في تغطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الفاتح من شهر نوفمبر القادم حددت من 11 إلى 22 أكتوبر الجاري حسب ما أورده بيان لذات الهيئة. كما أوضحت الهيئة أنه يدع طلب اعتماد الصحفيين المحترفين بصفة
مؤقتة كمبعوثين خاصين يمارسون المهنة في الجزائر لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي من جنسية جزائرية أو من جنسية أجنبية لدى البحث الدبلوماسية أو ممثلية القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به المقر الاجتماعي للهيئة المستخدمة الخاضعة لقانون أجنبي. شدد وزير الطاقة عبد المجيد عطار من ولاية إليزي على ضرورة تقديم تسهيلات وتحفيزات لفائدة المستثمرين من أجل استغلال الطاقة خاصة المتعلقة منها بالاستثمارات المنتجة للثروة والتي تخلق مناصب الشغل. جاء ذلك خلال زيارة تفقد قادته إلى الولاية لمدة 3 أيام، أين استهل زيارته بمنطقة نشطت صناعية بمدينة عين مناص، حيث أعطى تعليمات من أجل الإسراع في أشغال ربط المنطقة بالكهرباء والغاز لكي يتم استغلالها في أسرع الأجل. منعت وزارة الشباب والرياضة في سياق قرار عودة منافسات كرة القدم لموسم 2020-2021 أنه من غير الممكن الآن عودة الجماهير إلى الملاعب ولا حتى حضور الجماهير الحصص التدريبية للأندية والفرق. وزارة الشباب والرياضة اشترطت عقب قرار العودة للمنافسات الكروية يوم 20 نوفمبر أن تكون المباريات والحصص التدريبية التي سيتم إجراؤها دون حضور الجمهور. وفي الأخبار المحلية، سكان مناطق الظل ببلدية عزيز ولاية المندية لم تظهر عليهم حسبهم علامات الاستقلال، فهم يشتكون سوء المعيشة، الحرمان وكذلك الإقصاء واللامبالاة من طرف السلطات المحلية، ويناشدون الجهات المسؤولة في الدولة بالتدخل العاجل لإنقاذهم من الأوضاع المزرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. زمير جابر بوزيد تنقل إلى المنطقة وأحضر لنا الآتي. مرورا بطرق وعرة ومسالك ترابية نصل إلى مناطق معزولة ببلدية عزيز ولاية المدية لننقل لكم الحقيقة. مزرعة مغدور، بوكموري، الرمالية وغيرها من المناطق الأكثر حرمانا من التهيئة. أول قناة زارتنا في المنطقة هذه من الاستقلال من 62، احنا مازال ما استقلينا، احنا ما عندنا لا طريق، ما عندنا لا طريق عيانه، طريق دراري يقراو في الجامع يقراو في اللي يكون ما يقدروش يروحوا وقت الشتاء، الضياف رجعوا ما يجوش لينا، ما الطريق بعيده علينا بزاف، داروها لنا منا بزاف بعيده علينا. احنا يا والو المنطقه هذه ما فيها حتى حاجه، المنطقه هذه السكان تاعهم حابين يهاجروا منها، ما عندنا جامع عنده 7 سنين مسكر، 7 سنين قبل الكورونا هذه من فيفري مسكر 7 سنين، في غير خطيب مسجد بالجمعه يخطب، والو ما كاش لي يهدر لهنا، ما كاش حتى مسؤول شاف فينا هنايا. رانا ناجدو الاولي وليت مديه منطقه الرمالي، رانا معزولين، ما كاين لا طريق لا سانتر لا ماء لا مستفيدين حتى من حاجه، خاصه الطريق رانا كيما يقول لك نكرو الكاروسه 200,000 15 كيلو، خاصنا طريق ضروريا طريق، دري يروح يوم يجيب جري كما يجي يلحق على الساعتين ثلاثة، نكرو كراسة كما يقول لك 200-300. احنا اللي همتنا طريق، احنا جايتين الحاجة اللي دارتنا طريق. الماء ما كانش، كونتورات دايرين كونتورات نخلصوا فور في هذيك 5 ملايين و200، عقبونا على يد العدالة، الماء مش واصل للدار ونخلصوا. راكم تشوفوا في حالتنا كيف راه صاير، الطريق راكم شفتوها بعينكم، يعني الطريق راها خاسرة. ما عادي ما نقوله، فهمت؟ زيد السكنات، ثاني السكنات عندنا حيه زاد، حنايا رانا لحد الان ما سكناش فيهم، منعونا من سبب البراج هذا، يقول لك السد الوهمي هذا، راهم دايرونا في التاريخ عليه. بوكموري يعني حتى مزرعة مغدور، هذه اللي نطالبوا بها يعني راها فيست، طالبوا بها ان شاء الله تكون فيها جسر، اللي راه مغبونين فيه في التنقل الى بلدية التعزيز. وطلبوا من السيد الوالي إن شاء الله يكون يزورنا وينظرنا بعين الاعتبار. الطريق المعبدة هي حليف التنمية، فلا تنمية دون طريق ولا طريق دون تنمية. هنا يعيش المواطنون في ظروف تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة. مناطق ظل هي أماكن بعيدة عن ضمائر المسؤولين وعن المرافق الضرورية،
ويدفع سكانها ثمن هذا البعد والعزلة، لكن أغلى الأثمان لا يدفعها إلا الأطفال، خاصة المتمدرسون منهم. اسمي وسام، سنة خامسة، ما نقدروش في الشتاء بحول يقول جاهز رسالة للوالي المنظر. نوجه رسالة سيد والي ولاية المدية أنه يجي يزورنا ويشوف المنطقة بعينه. ونطالب رئيس البلدية بيجي بزيارة، نطالبه غير رئيس البلدية برك، خلينا من الوالي. نطالبه برئيس البلدية يجي لنا زيارة هنا يشوف ناس، يشوف عدد ناس. احنا نطلبوا من الوالي، نطلبوا من سير الرئيس، نطلبوا من الوزير يخدم لنا طريق، يخدم لنا الاساس، يخدم لنا هي طريق ويفتح لنا المرافق العموميه مثلا الجامع، ولا يخدم لنا القنطرات، يخدم والو. منطقه ميته، احنا بزاف كرهنا من المنطقه هذه، احنا حابين نروحوا نرعلوا. يرحم والديكم، يخدموا لنا طريق ويخدموا لنا صوالحنا باه نريحوا، لا ولا حابين نروحوا نروح. عينه المناطق التي زارتها كاميرا الانسه في بلدية عزيز كشفت لنا مواطنين من الدرجة الثانية وحتى الثالثة. الجمهورية الجديدة التي نصب إليها لا مكان لها من هذه الفوارق التنموية. الجمهورية الجديدة ستحقق العدالة الاجتماعية. ناشدت مواطنة من دوار الخرازة ببلدية ولاد خالد ولاية سعيدة السلطات المحلية ووزير التضامن بالتدخل العاجل لمساعدتها ماديا في أوضاعها المزرية والتكفل بها صحيا أكثر. التفاصيل تصلكم من ميكروفون الزميل علاء اليحيى. من مواطنين نسكن هنا في دوار الخارزة، طالب من مدير التضامن المعيشة يلفت لي يشوف فيا، يعني ماني مريضة قاعدة نداوي، مريضة بالقلب وتخثر الدم، دايرة عملية مقطع لينا يا صبعي وشوية منا ومنا، وهذا صبعي مكسور، يعني مطالين فيا الجوارين الحمد لله يعني قايمين لي. لكن أنا يعني نطالب من وزير التضامن ومسؤول تاع التضامن ولي ولاية سعيدة يعاونوني ماديا، لخاطر صايبة داك الشهر الداخلي راه حلو، أنا ما عنديش حتى باش نكري دار وحدة أخر بينو ماتراس ولي البلان باش نسكن ولا حاجة. نطالب من محسنين يعاونوني، هذا ماني طالبة، ماني طالبة تاع حاجة. تيليا بعتها سؤال حيقش داري، كلشي بعتها تعرف دسيتيها، يعني أنا قاعدة وحيدة ليا ربي برك وجيراني، هذا ما كان ليا ربي وجيراني، باغية إعانة مادية من محسنين ومن مدير التضامن ومن والي ولاية سعيدة. شوفوا فيا، شوفت أم بحاجة لإعانة مادية، أنا خاصني إعانة مادية يعني باش نكري في بلاصة وخد أخرى بينو ما عطاونا السكنة، باغية وباش نكمل العلاج نتاعي، هذا ما كان. وفي آخر أخبارنا المحلية، الجمعية الوطنية للعناية بالمريض لذوي الاحتياجات الخاصة وجمعية صناع الأمل ببلدية عين معبد ولاية الجلفة يشرفان على فعاليات نهائي بطولة الدورة الكروية المنظمة تحت شعار دورة المرحوم المجاهد العقيد بن شريف بملعب الشهداء بحي الفلاح ولاية الجلفة. التغطية للزميل أحمد قدري. بصفتي ممثل مديرية الشباب والرياضة لولاية الجلفة، أشكر الجمعية الوطنية للعناية بالمريض لذوي الحاجيات الخاصة وعلى رأسها رئيسة الجمعية على هذه الدورة الخاصة بالمسمات على العقيد المرحوم أحمد بن شريف ربي يرحمه إن شاء الله. كما أشكر كل القائمين على هذا النشاط الرياضي، احنا نشجعوا مثل هذه المبادرات، يعطيهم الصحة بارك الله فيكم. ودون أن ننسى جمعية صناع الأمل لدائرة بلدية لبلدية عين معبد، الشكر موصول للجميع لكل من ساهم في هذا. نشكر جمعية صناع الأمل على هذه المبادرة، ونشكر جميع الجوارة أن يعطيهم الصحة، قدمنا ماتش لاباس به الحمد لله، وروح رياضية ثاني كانت عالية الحمد لله. ونشكر ثاني الأخت منال رئيس الجمعية والرئيس بلدية عين معبد، شوف فينا رانا مهمشين ثاني في عين معبد،
والحمد لله نشكر ثاني عميرة قضابي رئيس جمعية صنع الأمل. اليوم رانا في ملعب الشهداء بحي الفلاح لإقامة استضافة نهائي بطولة المرحوم أحمد بن شريف أحد أبطال الجزائر وبطل من أبطال منطقة الجلفة. اليوم قمنا بهذه الاستضافة، الجمعية الوطنية للعناية بالمريض ذوي الاحتياجات الخاصة، نشكر كل اللي ساهموا في الدورة. اليوم جاتنا السلطات الحمد لله اللي جاونا، بارك الله فيهم وإن شاء الله تعود مبادرات واحدة أخرى وبارك الله فيكم. أهلا بكم مجددا إلى المستجدات الدولية، ونستهلها بالشأن المصري، حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد على أن البلاد تواجه تحديا كبيرا في هذه الفترة عنوانه استقرار الدولة، وأكد في كلمة ألقاها خلال فعالية الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة أنه لا يمكن المصالحة مع من يريد هدم مصر أو تشريد شعبها. كما قال: الحروب المباشرة كانت تستخدم في الماضي لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايا قضايانا وتحدياتنا. أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات 2020 أمام رئيس دونالد ترامب هي من خلال الخداع قبل أن يتراجع لاحقا، ويقول إنه سيقبل نتائج الانتخابات مهما كانت. وصرح نائب الرئيس السابق للناخبين بإحدى محطات الحملة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس السبت، فتأكدوا من التصويت لأن الطريقة الوحيدة التي سنخسر بها هي من خلال الخداع الذي سيحدث بالنسبة لأماكن الاقتراع وفق فوكس نيوز. لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم في حادث تصادم قطار بحافلة سياحية في وسط تايلاندا، وكانت الحافلة السياحية تقل 65 راكبا عندما عبرت مسار السكة الحديدية أثناء هطول الأمطار في منطقة تشاتيو ونيكساو على بعد 80 كيلومترا شرقي العاصمة بانكوك، حيث صدم القطار المركبة. وقال رئيس المنطقة براتوينغ يوكاسيم لقناة بي بي اس التلفزيونية التايلاندية إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس. أعلنت وزارة الدفاع والخارجية بأذربيجان أن القوات الأرمينية قصفت قرى ومدنا أذرية، مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي أعلنه الجانبان أمس السبت برعاية موسكو. قالت مجموعات أعمال تركية إن السلطات السعودية صعدت إجراءاتها ضد صادرات البلاد إلى المملكة، وحذرت من أن هذا التصعيد يضر بسلاسل التوريد العالمية. وفي بيان نشر مساء أمس السبت، قال رؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية إنهم تلقوا شكاوى من شركات سعودية بأن سلطات المملكة أجبرتها على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا، وشككت المجموعات التركية من استبعاد المتعهدين الأتراك من الصفقات الرئيسية السعودية. إلى هنا أحبتي الأفاضل نصل إلى طي أوراقنا الإخبارية لهذا العدد. يلقاكم الزميل محمد الأمين الأندلسي بعد الفاصل مواصلة في فقرات الأنيس ديلي. متابعة طيبة في أمان الله. يلا إذن مشاهدينا الأفاضل المستمرين معكم في حصة الأنيس ديلي. الموضوع هذه المرة
قد يبدو مختلفا بعض الشيء عن المواضيع الدارجة التي تعودنا على نقاشها، لأننا سنعود بكم إلى الحراكي الذي أصبح غائبا أو مغيبا في الفترة الأخيرة، لكن سنتحدث عن الحراك من باب كاتب وكتاب. الكتاب الذي بين أيدينا هو بعنوان حراك بلا إيديولوجية، رؤية تحليلية نقدية للحراك الجزائري في ضوء مقولات مالك ابن النبي لكاتبه سيقع سيف الإسلام الذي نسعد اليوم باستقباله معنا هنا. سيف الإسلام، أهلا مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. شكرا على قبولك الدعوة. هو الكتاب إذن حراك بلا إيديولوجية، هل هو نفي أم إقرار بأن على الحراك أن يتسم بإيديولوجية يعني؟ والسؤال هذا يعني ورد كثيرا. نعم. يعني هو المقصود بحراك بدون ايديولوجيا بمعنى لا يملك ايديولوجيا اصلا، هو لا يملك، لا هو المطلوب منه ان يملك ايديولوجيا. نعم. لكي يبني عليها ما ياتي بعد. اذا انت في مقاربتك بالكتاب اقررت بان ما مر من الحراك الشعبي كان بدون ايديولوجيا، كان بدون ايديولوجيا. ما يستدعي لسؤالك عن ما معنى الايديولوجيا في نظرك انت؟ إيه؟ التي على اساسها اصلت لهذا الكتاب. الإيديولوجيا عندها معاني كثيرة يعني صراحة. نعم. والمعنى المشهور لها من المتهم بأن الإيديولوجيا هي مظنة للاتهام بأن هذا الشخص يعني يريد التسلط أو يريد فرض أشياء وتعميمها أو، لكن الإيديولوجيا هي بالتحليل حتى التفكيك اللغوي يعني بسيطة، يعني هي المقصود بها الأرضية أو نظرية المعرفة الأولية التي تفتح المجال للبناء عليها. فمثلا يعني لما نتحدث عن ايديولوجيا إسلامية بمعنى أننا نضع الإسلام كأرضية نقيس عليها وننطلق منها لبناء مؤسسات أو نعالج واقعا معينا، أو فالإيديولوجيا هي منظار معين من خلاله نعالج حيثية كثيرة. أيضا فيما يخص إيديولوجيا الماركسية مثلا أو الإيديولوجيا الاشتراكية بمعنى أو الإيديولوجيا الرأسمالية، فهذه الإيديولوجيا بمعنى هي النظرية. واضح ممتاز. إذن من هنا كان المنطلق والتأصيل والكتابة. النقطة المحورية لكتابك هي كانت الحوار الحراك، أعتذر الحراك. أنك أنت كتبت عن الحراك كما جاء في العنوان من بوابة أو مفاهيم مالك بن نبي على ضوء مقالات مالك بن نبي. طيب ما هي الإشكالية العامة التي حاولت أن تعالجها في هذا الكتاب؟ حاولت تسليط الضوء على نقطة أساسية يعني رأيتها مغيبة إلى حد ما في سيناريو الحراك سواء من طرف النخبة الجزائرية أو من طرف الشعب الذي هو الحديث عن المؤسسة والإصلاح المؤسساتي من غير جانب سياسي فقط. الغالب اللغة كما قدمت في المقدمة للكتاب، الكتاب تحدث وأظهر بأن اللغة الطاغية على الحراك والحقل الدلالي للحراك هي لغة سياسية بحتة، بمعنى يعني لها مصطلحات معينة، الجيت صالح، ضباط فرنسا، النظام السابق، ترسيم اللغة الأمازيغية، له مصطلح له كله يعني يدور في الحقل الدلالي السياسي. أما ما غير السياسة في الإصلاح مثلا المؤسسة الاقتصادية، المؤسسة التعليمية، الجامعة، المدرسة، المؤسسة الإعلامية يعني كما قناتكم الفاضلة يعني باقي المؤسسات كانت يعني خارج تداول إطلاقا، يعني لم تتداول بحيث يعني تدخل كعامل أساسي في المناقشة أو في طرح بديل لتقديمه أو للمناقشة من أجله يعني أساسا. طيب أنت كما جاء في العنوان أنك على ضوء مقالات مالك بن نبي، فما هي المسلمات التي اعتمدت عليها والانطلاقة التي كانت في الكتابة تاعك؟ يعني كيف بديت تكتب يعني؟ الانطلاقة تاعي يعني أنا استلهمت فكر مالك بن نبي، ولكن طريقة الاستلهام يعني كانت استثنائية على غير العادة. كيف ذلك يعني؟ كيف ذلك سأشرح. أخذت مقولات مالك بن نبي، والمقولة الأساسية الكبرى يعني التي أسس لها في كثير من كتاباته اللي هي مقولة إنسان ما بعد الموحدين. لكن أنا لما أخذتها يعني لم أخذ اقتباسات مالك بن نبي وأبني عليها مباشرة، بل شرحت عمق هذه المقولة يعني كيف تكون. يعني باختصار قدمت أولا لكي أتحدث عن المؤسسة بالواقع العصري، قدمت لها تعريفا يشمل
حتى مرحلة ما بعد الموحدين انطلاقا من تلك الفترة وصولا إلى هذه. حدث المؤسس، خلينا حتى نحط المشاهد في الصورة، ماذا تعني وتقصد بإنسان ما بعد الموحدين؟ ماذا حدث بعد الموحدين، وما هي وما هو العلاقة والربط بين ما بعد الموحدين والحراك يعني؟ تماما، سؤال يعني وجيه ومهم. الربط كالآتي: الإشكالية التي كانت ستدرس هي كالتالي. إنسان ما بعد الموحدين قد كان يتمتع واقعه بنوع معين من المؤسسات، والمؤسسة حددتها بتعريف هي نمط مكرر يحدد سلوك الفرد في المجتمع. طيب. لكي يشمل كثير من الأمور التي لا تعتبر مؤسسات مهيكلة، يعني لها جدار معين مثل برلمان أو مثل جامعة، حتى ما يكون في الوسط الشعبي هو عبارة عن مؤسسة بهذا التعريف. طيب. ففترة ما بعد الموحدين ما هي المؤسسات التي كانت فيها؟ حددت أربع أنواع من المؤسسات: مؤسسة القبيلة، مؤسسة الفكر الأشعري، المؤسسة النمط الاقتصادي والذي كان يغلب عليه الملكية العشائرية والجماعية مع ملكية خاصة بدائية، الرابع مؤسسة التصوف الفلسفي. هذه المؤسسات بحثت فيما تعكسه كآثار اجتماعية وبنية ذهنية للإنسان في تلك الفترة، فوجدت يعني باختصار أنها تعكس بنية ذهنية معينة تتميز ببعض الصفات البنيوية، منها تقديس الشخص، عدم الاعتبار بالكفاءة، النظرة الأنبوبية الانفكاكية، الحاجة إلى أب وزعيم مهما يكن يعني. هذه الصفات البنيوية التي تم تحديدها تم دراستها، هل كانت هناك استمرارية من فترة ما بعد الموحدين لهذه البنية الذهنية المتميزة بهذه الصفات وصولا إلى الحراك أم لا؟ هل وجدت قطيعة مع هذه البنية الذهنية التي تقدس الشخص؟ لا تتميز بالكفاءة إلى غير ذلك. هل استمرت أم يعني لم تستمر؟ يعني أنت عدت إلى التاريخ وبحثت ونقبت في التاريخ على أساس أنك تضع إسقاطات إلى يومنا هذا، إلى يوم الحراك، فما كانت النتيجة بالنسبة لك؟ كانت النتيجة كما قال ملك بن نبي. ماذا قال؟ قال بأننا لازلنا نعيش في بنية ذهنية لإنسان ما بعد الموحدين. كيف ذلك؟ حدد لنا أكثر يعني. نحدد أكثر يعني. من بين من 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 الصفات الأساسية في البنية الذهنية، البنية الذهنية هي ماذا يعني حتى نحدد؟ هي عبارة عن قالب ذهني لرؤية الواقع. طريقة التفكير يعني. طريقة التفكير. نعم. هي طريقة التفكير، ليست اختيار سلوك معين فقط يعني. هي طريقة التفكير تحدد ما يفعله المرء. يعني لما نقول طريقة التفكير يعني المفاهيم. المفاهيم التي تشربنا بها. والتقييم وكل ما يمس ذلك. والحالة النفسية الشعورية والله شعور العقلي وإلى غير ذلك من. يعني ما نمر به اليوم هو امتداد إلى مرحلة ما بعد الموحدين. هو امتداد إلى مرحلة ما بعد الموحدين. نعم. كيف كانت تلك المرحلة؟ اشرح لنا أكثر. مرحلة ما بعد الموحدين. هي يقال بأنها كانت انحطاط. كانت انحطاط، هي بداية انهيار أو انحطاط الحضارة الإسلامية. يعني. فأنت حسب رأيك أنه تلك الذهنية ما زالت مستمرة؟ ما زالت مستمرة. على تفريق يعني. نعم. لنعطي مثالا لكي يتحدد يعني المضمون بالضبط. الفرق بين الصفة البنيوية، هناك بنية ذهنية. نعم. وهناك تعلق للبنية الذهنية. بمعنى حدد أكثر. نعم. إنسان ما بعد الموحدين كان يتميز مثلا بفكرة تقديس الشخص، أخذ هذه التقديس الشخص مأخوذ من القبيلة، القبيلة تقدس الشخص على حساب الفكرة، بن عمي، المحيط الخاص بي، إلى غير ذلك. الآن هذه تقديس الشخص هي عبارة عن صفة بنيوية، قد يقدس نبيا وقد يقدس فاسقا، يعني تمثلاتها مختلفة. الآن إنسان ما بعد الموحدين الأشخاص التي قدسها واعتبرها وأخذ لها قدسية كبيرة تخصه، لكن ما يستمر ليس تقديس، ليس السلوك، ليس التعلق الذي قدسه ذلك الشخص، بل الصفة البنيوية في قبل. بمعنى حاليا نحن نقدس الأشخاص على حساب الأفكار. بمعنى حاليا يعني لما نسقط على الحراك، لما نسقط على الحراك مثلا نجد هذه الصفة بالضبط. لما نعاين مثلا الوسط السياسي ونريد أن نقدم مقاربة من خلال تقديس الشخص، هذا الشخص عظيم أو شخص غير عظيم. نعم. هو ظهرت الكثير من الزعامة أيام الحراك أن كل فصيل يقترح من يراه مناسبا بالنسبة له هو. نعم. ويمجده ويقدسه ويقدمه على أساس أنه هو الحل. هو الحل تماما. أنت حسب رأيك أنه هذا منهج خاطئ تماما، هذه الطريقة هذه هي خاطئة. أنا أتحدث عن الإنسان أو المواطن الجزائري بالضبط. نعم. الغالبية يعني
كان ينظر إلى هذا الشخص لا من منظار ما يقدمه كبرنامج، لا من منظار ما يقدمه كفكرة، لا يقيم فكرته أصلا بعمق، إنما عبارة عن غلاف سطحي فقط. ما يوجد في باطنه هو تقديس الشخص هذا الذي ينتمي إليه ويمدحه أيا كان. يعني مثال من الصفات البنيوية يعني، وهذا ظهر يعني أثناء الحراك، يعني قلنا نظرة أنبوبية انفصالية، بمعنى إنسان ما بعد الموحدين كان ينظر إلى الأمور بطريقة غير مرتبطة ببعضها البعض، نسبة إلى الفكر الأشعري الذي يقول بأن السبب غير مرتبط بالنتيجة، يعني مشهور هذه. فالإنسان ما بعد الموحدين كان ينظر بهذه الشكل يعني. الآن هذه صفة بنيوية، لما نأتي ونرى تمثلاتها في الحراك نجد المطالبة الشهيرة التي طالبها الشعب الجزائري، وهي كالتالي: أن فليذهب النظام كلية، ثم نحن نبادر بأخذ زمام الأمور في انفصال. يعني فهو ينظر بأن اتنحاو قاع تماما إلى آخر يعني برلماني ولا إلى آخر وزير ولا فمباشرة بعده يوجد حل. يعني لا يرى تلازمية بين وجود فراغ حقيقي سيحدث بانهيار دولة، ليس حتى نظام يعني. هذا الذي كان يتأسس له هو عبارة عن انهيار دولة تماما، لا يرى النتائج التي تأتي بعدها من خلال البنية الذهنية التي تقول أن هذا الأمر غير متعلق بهذا الأمر تماما. فهذا التمثل في هذا الواقع وتمثله في فترات سابقة كان بحسب المرحلة التاريخية، لكن البنية الذهنية. خلينا نفتح قوس حسب رأيك يعني. هل يلام أنت لما تحدث وضعت مقارنة إنسان ما بعد الموحدين، إنسان الحراك إن صح التعبير، اسمح لي أستخدم هذه الكلمة، هل يلام الناس اللي كانوا في الحراك على أنهم كان عندهم هذا التفكير البنيوي الذهني، هل يلامون يعني؟ لا يلامون، إنما اللوم يكون جزئي على ماذا تقريبا؟ والكتاب كان موجه بصفة أولى إلى من؟ إلى النخبة الجزائرية، لأن النخبة هي التي لها قابلية والتي لها قدرة. أنت رأيت بأنها لم تدرك ما قلته أنت الآن. لم أقول لم تدرك، ولكن لم تتميز بالفعالية في هذه النقطة بالضبط. هناك من يدرك كثيرا، هناك نخبة متميزة كثيرا، لكن هذه النقطة تم تهميشها. يعني أن ماذا؟ أن المؤسسات هي التي تبني وعي الفرد، الجامعة، البرلمان، حتى المستشفى، حتى الحالة الاقتصادية للفرد. هذه المؤسسات كلها باجتماعها تعطي بنية ذهنية للفرد، ووعيا من خلال ذلك الوعي يعالج واقعه. الآن المطلوب ماذا كان لإصلاح الوعي الجزائري والشعب المواطن الجزائري؟ كان لابد من إصلاح المؤسسة اقتصاديا، سياسيا، تعليميا، إعلاميا، إلى غير ذلك، تقديم برامج. أقصد أنه أيام الحراك أنه كان يجب على هؤلاء المثقفين أن يحطوا مقترحات قوية، والحراك في زخمه يعني، والحراك في زخمه، أو على الأقل استغلال تلك الفترة للتحضير أو لاستلهام أو لمحاولة، على الأقل إن لم تكن مقترحات جاهزة، نقل الساحة ونقل الحوار إلى مستوى ثاني، إلى مستوى ندخل فيه الأستاذ الجامعي والبروفيسور الجامعي يقول لنا المشكلات في الجامعة التعليمية ويعطينا البديل. برنامج كبرنامج تعليمي يمس المؤسسة، لا كاقتراحات هامشية أو فرعية بسيطة، بل يعني تحولات جذرية. في المختص الاقتصادي في نفس السياق، الإعلامي الكبير والصحفي الكبير في نفس السياق. الآن لما عند تقديم هذه المقترحات وهذا النقاش يتحول إلى مستوى آخر تماما. حتى لو لم كن راضي على برنامجك وكان عندي برنامج آخر مختلف، لكن الحوار الآن تبدل تماما وصار في مستوى آخر. على الأقل تخلصنا من رواسب كثيرة، مهما كان سواء فعلت البرنامج الخاص بك أو البرنامج الخاص بي، فيه درجة من الإصلاح أستطيع تقبلها، على خلاف لا يوجد تماما إصلاح مؤسساتي على الإطلاق. واضح. فالذي حدث هو عبارة عن مساومة سياسية، كانت الرؤية هكذا، مساومة سياسية مع إهمال باقي تقريبا للمؤسسات. فيعود السياسي ولو أحب إصلاح البلاد، ولو فعل ما فعل، لكن سيصبح هو المسؤول على باقي المؤسسات. طيب أنت في 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 سياق كتابك وكأنك لمت الكثير من المثقفين لأنهم كانوا يخافون أن يتهموا بالخيانة مثل ما حدث كثيرا، وأصلت لذلك وتحدثت في عديد النقاط من بينها الهوية، وأنت تحدثت في نقطة ما بعد فيفري 22 فيفري 2019 يعني. فأنت ربما مررت بعديد المراحل الفاصلة إن صح التعبير في الحراك.
حدثنا عن هذا، خاصة مفهوم الهوية والهوية البربرية، يعني نقاط مهمة تحدث عنها. نقاط مهمة بطبيعة الحال. نعم، الآن لما تحدثنا عن المؤسسات وكما هو موجود في الكتاب، تحدثت عن نوعين من المؤسسات وجد. ما بعد الموحدين كانت توجد المؤسسات التي تدعم البنية الذهنية لما بعد الموحدين. طيب، لما دخلنا المرحلة الاستعمارية كان هناك نوعين مختلفين من المؤسسات أضيفة إلى مؤسسات ما بعد الموحدين. مؤسسات ما بعد الموحدين كانت صحيح تمس الأغلبية الشعبية، لكن المؤسسات الفرنسية التي كانت ممثلة في المدرسة، في الآباء البيض، كان ممثلة في نزع الملكية العامة. ما بعد الموحدين أي تاريخ؟ أي تاريخ؟ تقريبا في القرن التاسع هجري. التاسع هجري. ثم انتقلنا إلى المرحلة الاستعمارية. وطول هذه الفترة من التاسع هجري إلى يومنا هذا ما زال تأثير البنيوي كما قلت. ما زال تأثير، وهذا يقوله مالك بن نبي. أنا استلهمت مقولة، يعني فلو إن كان فإن كان هناك نقد فهو موجه أولا إلى مالك بن نبي، لأنه يقول بصريح العبارة أن الإنسان ما بعد الاستعمار أو لازلنا نعيش آثار إنسان ما بعد الموحد. طيب. فوجدت هناك ثلاث أنواع من المؤسسات، مؤسسات ما بعد المؤسسات الموحدين التي كانت ممثلة أساسا بماذا؟ بالوسط العائلي. كانت هناك بوسط القبلي، بوسط العائلي، بالوسط بالدشرة إلى غير ذلك، كانت هي تقدم وتستنسخ دوما في إنتاج يعني الأجيال الجديدة، كانت تستنسخ البنية الذهنية لما بعد الموحدين. مؤسسات فرنسا التي كانت ممثلة بالمدرسة، بالآباء البيض، كانت ممثلة بنزع الملكية العامة العشائرية ودعم الملكية الخاصة لكي تمر الأراضي وغير ذلك إلى المعمرين، يعني إلى المستوطنين من أبنائهم. كان هذا نوعا آخرا من المؤسسات، خلق في شريحة من المجتمع الجزائري بنية ذهنية مخالفة لتلك التي كانت عند ما بعد الموحدين. يعني اللي هو النوع الثالث. النوع الثالث هو ما قام به الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله. هو لما خلق كان جاضد البنية الذهنية لما بعد الموحدين، وفي نفس الوقت ضد الاستعمار، وحاول من خلال المدارس، حاول من خلال الصحف التي والمجلات اللي كانت يعني كالسيرات كالشهاب كغيرها، وحاول حتى بعلماء الجمعية مثل الشيخ المبارك الميلي، حاولوا يقدموا. كانت حركة إصلاحية كانت كبيرة، كانت حركة إصلاحية كبيرة، ككتاب الشيخ المبارك الميلي تاريخ الجزائر في القديم والحديث، الذي كان يعني توعية كبيرة للشعب الجزائري. طيب. بتاريخه الذي يعود إلى ماذا؟ إلى العصر الحجري. لأن من مشاريع الفرنسة كما هو معروف تمييع التاريخ لكي يتناسب معها، وتدعي أن لها حضورا مبررا في شمال إفريقيا بصفتها امتدادا للروما. طيب، أنا أفتح قوس، لماذا استمر فكر ما بعد الموحدين ولم تستمر المدرسة الإصلاحية عبد الحميد بن باديس ومن صاحبه؟ تماما. نعم. الفكر قلنا ماذا؟ الوعي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المؤسسة هي التي تنسخ الوعي. نعم. بوجود مؤسسة دوما يوجد الوعي. الآن ما بعد مثلا الاستعمار كانت هناك مؤسسات الشعب الجزائري التي تمثلت فيه من جهة في الجامعة، ناقشتنا النظام التعليمي لما بعد الاستقلال. كان هناك النظام الذي أقول هو شبه اشتراكي وليس حتى اشتراكي، كان يعني كما يقول هجين، يعني كان يقول كما يقول عبد الحميد إبراهيمي الثوري بطبيعة الحال والمتخصص في علم الاقتصاد وغيره، يقول كان عبارة عن استيراد تقنية فقط، ويعني ليس حتى نظاما اقتصاديا، يعني قشور، يعني قشور فقط. نعم. استيراد تقنية فقط. كان هناك النظام الإعلامي، حتى الإعلام يعني ساهم في تزييف الوعي يعني كثيرا صراحة. هذه المؤسسات هي التي ماذا كانت تفعل؟ كانت تعيد إنتاج بنية ما بعد الموحدين على خلاف جمعية العلماء. بعد الاستقلال قوضت مؤسساتها تقريبا يعني، فلم يعد الوعي منتشر بطريقة غير مباشرة، أزيل الوعي الخاص بها وبقي على مستوى نخبوي. واستمرت ما بعد الموحدين بإزاء وبمحاذاة ومع مؤسسات الفكرة البنية الذهنية المفرنصة التي بقيت إلى حد ما بأثارها الاجتماعية وغير ذلك. فنعم. طيب، هذا كان عن ما بعد الاستعمار. نعم. أيضا آخر محور تحدث عنه مؤسسات ما بعد الحراك. نعم. حاولت يعني أن ألزم نفسي بما أريد أن ألزم به الغير. كيف ذلك؟ الآن أنا تحدثنا بأن
لابد من تقديم إصلاح مؤسساتي، لأن الإصلاح الحقيقي هو الوحيد هو الإصلاح المؤسساتي. السياسة هي ماذا؟ هي عبارة عن إدارة للمؤسسات. طيب. فأنت لما تتجه للسياسة أنت تريد من خلالها إصلاح المؤسسات، تريد استبدال أو تقديم. يعني ليس الأصل في السياسة أن نمارس السياسة من أجل السياسة. يعني السياسة ليست لأجل السياسة، نعم. السياسة لأجل باقي المؤسسات، نعم. الاقتصاد والتعليم والإعلام وغير ذلك من واضح. نعم. فلابد من الإصلاح المؤسساتي. أنا حاولت من خلال هذا أن إصلاح المؤسسات هو الإصلاح الحقيقي، حاولت القول أن هناك كطرح شخصي يعني لنقل الساحة على الأقل إلى حوار آخر. أنا لا ألزم أحدا بما اخترته بما كتبت يعني، لكن كان للتبادل أو نقل النقاش إلى مستوى ثاني. مؤسسة معبد الحراك حاول تقديم بعض النماذج في لإصلاح السياسة والاقتصاد والتعليم على الأقل يعني بصفة طالبا وملما بالجانب التعليمي صراحة في الجامعة الجزائرية والآثار الاجتماعية تاعها وتزييف الوعي كثيرا وخلق مواطن يعني منفصل تماما ومنفك عن الواقع الجزائري، عن غير قادر على حتى فهم الحياة أو يعني التعليم صار تجهيلا يعني صراحة بكل حيادية يعني. فأنا حاولت تقديم بعض البدائل من هذه البدائل مثلا القول بأن مثلا في مؤسسة التعليم أن ضربت يعني بعدة أمثلة، من بين هذه الأمثلة قلنا باللي كان أمور تحتاج إلى دراسة ميدانية اجتماعية قبل ما لكي تقام في الجامعة. قلنا مثلا حتى ساعة على الكور والتيدي اللي في الجامعة، محاضرات العمل محاضرات إيه توقيتها ترتيبها بيداغوجي إلى غير ذلك يحتاج إلى دراسة ميدانية اجتماعية على طلب الجزائريين. هذا الطالب الجزائري على الأقل انطلقت من التجربة اللي مريت بها في الجامعة. مريت من التجربة هذه أن الطالب الجزائري لا خلفية نفسية لا خلفية اجتماعية يحتاج إلى دراسة ميدانية كما يقول مالك بن لأجل تقديم برنامج يتسق مع ويفيد هذا الطالب الجزائري. يعني أنت كتابك ومدعاة إلى التفكير وإلى طرح الأسئلة وإعادة النظر بطريقة منهجية أكثر. إذا أردنا تلخيص الكتاب في كلمة واحدة، الكتاب يقول لابد من تقديم بدائل مؤسساتية اقتصادية تعليمية إعلامية إلى غير ذلك بعيدة عن الشق السياسي والطرح السياسي. وهنا يأتي العنوان. العنوان هو حراك بلا إيديولوجيا، بمعنى الإيديولوجيا هي التي تكون الخيط الرابط الذي يقدم البرامج السياسية التي تبنى عليه. بدون إيديولوجيا لا تستطيع أن تقدم برامج مؤسساتية. وننتقل إلى مستوى التدافع بين الأفكار. التدافع يعني بين الأفكار وزخم الأفكار وماذا يحدث بعيدا عن العدمية، بعيدا عن اللغة السياسية يعني الخشبية العدمية التي تحدثت عنها في كتابك. نعم بعيدا. طيب ربما في آخر الدقائق، كتابك لماذا جاء في هذا التوقيت بالذات؟ يعني جاء في هذا التوقيت لأسباب من بينها أولا أن لم يكن في الإمكان يعني عمل كتاب والحراك الجزائري لازال في بدايته أو في انطلاقته، يعني كان لابد من البقاء بعيدا بمسافة والنظر إلى مجريات وتطور الأمور. يعني مثلا لو كتب الكتاب بعد شهر أو شهرين عن إصلاح مؤسساتي والحديث عن غيابه ثم فجأة يعني حدث الإصلاح المؤسساتي فيحدث إشكال، فلابد كان من الموقع بعيد والنظر إلى مجريات الأمور وأين ستتطور. من الأسباب أيضا يعني كانت يعني فترة كورونا، هذا الوباء يعني الذي أصاب وتوقف الحراك وكل ذلك هدأت الأمور كثيرا وتجمدت إلى غير ذلك، وقدم حتى الوباء هذا قدم يعني فرصة للكتابة يعني صراحة قدم وقت وقدم رب ضارة نافعة. يعني قرأت يعني ما يقارب تقريبا 50 مرجع في فترة 3 أشهر هذه 4 أشهر لما الوقت بسبب فترة يعني الكورونا. يعني فكرة الكتاب موجودة من أول يوم من الحراك، موجودة من أول أو من 22 فبراير يعني تسطع الفكرة، لكن تحتاج إلى رؤية لكي يتم تدوينها. طيب وأنت ترى الحراك، هل كان عندك توقع معين أن الحراك سينتهي إلى ما غير ما انتهى إليه اليوم؟ كنت ترى بأنه يمكن أن يتم طرح أفكار مؤسساتية؟ كان يمكن، نعم كان يمكن، كنت يعني آمل بهذا الشيء، لكن ما في الحقيقة ما كتبت الكتاب لأجله. لو كان هذا الطرح موجودا لما يعني نعم. كتبت أو حاولت أن نناقش هذه الجزئية اللي هو الإصلاح المؤسساتي بالضبط. فلما يعني ما كاش كاين قدمت مقاربة أتمنى يعني أن تجد الافتراش والأرضية اللازمة التي تنوخ. هذا الكتاب له ما بعده يعني؟ هل فيه فكرة أنك تكتب كتاب جزء ثاني إن صح التعبير له؟ أو له في نفس السياق يعني؟ الكتاب هذا كان عبارة عن سرقة
سرقة من فكرة كبرى أمتلكها. سرقة من فكرة لك؟ إيه سرقة من فكرة لي أمتلكها، يعني كانت هامش تدوينة خفيفة يعني على الجانب. هو لو تلاحظ في الخاتمة كتبت يعني أنه قد يوجد بالنسبة للمفكرين خصوصا المفكرين الكبار يعني من الذين قدموا مشاريع على غير مثلا ما قدمه يعني الجابري وغير ذلك، لكن في بغير الانتماء الفكري له، بانتماء فكري مختلف. ماذا؟ يقدم مشروع دولة تماما، يعني مشروع دولة ينطلق من الأرضية الفلسفية إلى الحل مشاكل إلى رسم لوازم ذلك على مستوى ماذا؟ على مستوى التاريخ، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الإعلام، على يعني أن أقوم أنا بتدشين البرنامج التعليمي، أن أقوم بتدشين يعني البرنامج الاقتصادي، يعني مفكر يقوم بهذا الشيء، بهذا يعني مشروع دولة يكون في 5-6 مجلدات أو 7 مجلدات حتى يكون متسق. الدولة الحديثة يعني. الدولة الحديثة نعم لإنتاج نموذج دولة يبتسق بحسب رؤية المؤلف. إن شاء الله نحن نتمنى لك كل التوفيق. إن شاء الله. ونتمنى أن يتم مناقشة ونقد الكتاب إن شاء الله بربي إن شاء الله بطريقة بناءة لتفيد الجميع إن شاء الله، هكذا حتى نخرج بما هو أفضل، بما هو أفضل، وتتطور الأفكار ونصل إلى المبتغى والطموح الذي لأجله خرج الحراك ولأجله ثار الحراك، وحتى لا تضيع الجهود، حتى تضيع جهود السودان ولا تضيع السودان ولا نتحول ولا نلطم وربما نكره الحراك إن صح التعبير أكثر. فشكرا لك سيف الإسلام. الشكر موصول لكم وبارك الله فيكم وعلى الاستضافة. للأسف الكتاب ليس حاضرا معنا لأنه لم يصل يعني يصل من المطبعة، فاكتفينا بنسخة إلكترونية أقرأ منها أنا، كان بعثها لي سيف الإسلام، ومشكور على ذلك، مشكور على هذه الجهود. تمنيتنا لك بالتوفيق في المشاريع المقبلة إن شاء الله. شكرا لك. إذن مشاهدينا الأفاضل، أنيس ديلي ما زالت مستمرة معكم لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد في فقرة السوشيال ميديا، والفيديو الأول الحاضر معنا وهو من ولاية البيض والانفجار الذي حدث ببلدية بحي طريق رقاصة، حيث أسفر عن عديد الضحايا وحتى خسائر في الجانب المادي. الفيديو الثاني الحاضر معنا وهو لأذان لأول مرة منذ 30 سنة بمنطقة قرباخ الأضربية التي تم تحريرها من طرف القوات الأضربية والتي كانت محتلة من طرف الأرمن. فيديو صادم هذه المرة من ولاية ورقلة، بالتحديد من بريد ورقلة، مشاهد جد صادمة، تابعوا معنا هذه المشاهد. Thank you.
الشعب. ايوه كارثة والله، انا كارثة يا جماعة والله. في الأخير فيديوهات مشاركة معنا بمسابقة الفارس الصغير للقرآن الكريم المنظمة من طرف صفحة الأنيس الفضائية، نتابع بعض المشاركات. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. بهذا مشاهدينا متابعينا الأفاضل نصل لنهاية عدد اليوم وطي أوراقه. متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم أوفياء، في أمان الله.